على التلفزيون الاسرائيلي برنامج سهره بالالوان، فالعصبه الوسطى تظهر هنا كمان مره على التلفزيون. فرقه شهرزاد المزبوط بلشت قبل 12 سنه، بلشت في قريه كفر ياسين، بلشت كدوره باليه صغيره عادي، وبمجهود ونشاطات المعلم الخوريوغرافي المصممة الرقصات إيرينا جمال، فنانة إيرينا جمال. طورت الفرقة، طورت من دورة إلى فرقة، وكانت الفرقة بس فيها بس بنات مع مر السنوات انضموا الشباب للفرقة. طبعا انضمام الشباب ما كانش شيء هوين، لانه سالوني انا عاده الوسط العربي بنظر للراقص نظره غير شكل للاسف، مع انه الرقص هو فن بحد ذاته. فاليوم احنا بنفتخر انه احنا بفرقه شهرزاد. كيف تطورت لانه شباب يفوتوا على الفرقه؟ اجتنا دعوه من بلاد برا، بلاد الخارج، انه نشترك بمهرجان دولي زي لسه كل سنه بنشترك فيه في شتى بلاد. فاشتركنا، جاتنا دعوة، رينا عملت لأنه أحكي لكم القصة. فرقة شهرزاد كانت كدورة استقبلت فرقة أخرى لي في البلاد، وهذه الفرقة حبت كثير الفرقة فدعتنا عشان نحن نروح نشترك بمهرجان رقص في أوكرانيا حتى نطلع إحنا فرقة باليه في أوكرانيا. توافقوا معي إنه هاي مش إذا نطلع نعرض للأوكران رقص باليه مش هالقد تزبط. فاحنا عرب وبنمثل هون الوسط العربي، وفي لنا فولكلورنا ولنا تقاليدنا و و و و، فعملنا الدبكات الرقصات الشعبيه وجمعنا الشباب والبنات وطلعنا وقدمنا المهرجان اللي كان اول مهرجان في اوكرانيا. ومن هذيك السنه لليوم ست سنين صارت، كل سنه الفرقه شهرزاد عم بدعوها الى مهرجانات دوليه في خارج البلاد، رح احكي لكم الدول اللي كنا فيها بعدين. فالمناسبه الثانيه اليوم لفرقة شهرزاد، احتفال فرقة شهرزاد هو 12 سنه عيد ميلاد اليوم للفرقه، عيد ميلاد الفرقه شهرزاد 12 سنه اليوم. فهي كمان مناسبه كثير كثير حلوه. الرقصه الثالثه هي رقصه كلاسيكيه تعبيريه من ساشا. Thank you.
بعنوان فاينا.